السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف ازاي نسجل فيديو من الباوربوينت. اول حاجة اعملها ان انا هروح هنا سلايد شو، وهنا هلاقي ريكورد سلايد شو، في اختيارين من كرنت سلايد يعني من الشريحة اللي انا فاتحها حاليا، او من اول الشريحة رقم زيرو. ندوس ريكورد ويبدأ يفتح لي، بيقول لي بس عايز اشغل الكاميرا ولا لا. تقدر تشغلها وتدوس فيها. الصوت، عايز الصوت ولا لا؟ اكيد انا عايز الصوت. طيب النوتس، لو انت محتاج في اي نوتس كنت انت كاتبها. السيتنج، الاعداد بتاعت الصوت المايك كده، الكتابه. وبعد كده تقول له ريكورد، هيبدا بقى يسجل الشريحه الاولى وبعد كده الشريحه الثانيه وهكذا. هو بيسجل مع كل شريحه الصوت بتاعها والفيديو لو انت محتاج الفيديو. لما تخلص خالص بيروح واقف، وهتلاقي ان كل واحدة فيها طفلها الصوت بتاعها، الصوت بتاع الشريحة دي ده موجود جواها والفيديو بتاعها موجود جواها. بعد كده تقدر تيجي هنا من فايل تقول له انا عايز اسيب الفيديو ده واعمل سبورت للفيديو دوت، كريت فيديو. بيقول لك اختار بقى الجودة بتاعتها، الالترا اعلى حاجة، اقل اقل اقل. وهتعال انت محتاج يوز ريكورد تايمينج ولا لا، وبعد كده بتقول له كرييت فيديو، وبيقول لك عايز كام ثانيه من كل شريحه وشريحه. خلاص بيبدا تصدر الفيديو اللي انت سجلته من الباوربوينت.